طلب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حل للسؤال الأخير اللي إجاكم بالامتحان، والسؤال هو كان لجروب سي. عندنا هذا الجسم أو هذا الستركتشر عليه عدة قوى، عليه ثلاث قوى. المطلوب هو replace the loading system by an equivalent resultant force and couple moment acting at point A. إذن هو حول موضوع المحصلة، يريد المحصلة مال هاي القوى بحيث تمر بنقطة A زائدا المومنت، محصلة كقوة وكعزم. فاحنا قلنا أول خطوة نحلل القوى إذا كانت عندنا قوى مائلة، ونوجد بعدين المجموع الريزلتنت باتجاه الإكس وباتجاه الواي، ناخذ المحصلة مالتهم، بعدين نوجد العزم. فالقوة المائلة اللي موجودة عندي هنا هي الميت باون، هذه الميل مالتها هو منطيني الخط الامتداد مالتها، فالميل مالتها هنا إذا أريد الرسمة فهو راح يكون بهالشكل. هذا عندي هذا الخط الميل، العمود عندي 4 فوت، فإذن راح يكون 4 والأفق 3، فراح يكون بهالشكل هذا. فإذا هاي القوة راح تتحلل إلى مركبتين هنا بهالشكل هذا، مركبة عمودية ومركبة أفقية بهالشكل هذا. المركبة الأفقية راح تكون عندي 100 × 3/5، وقوة أخرى بالاتجاه العمودي مقدارها 100 × 4/5. فنجي هسه كل القوى يا أما اتجاه عمودي يا أما اتجاه أفقي، نجي نقول الـ Rx الريزلتنت باتجاه الإكس، هالاتجاه راح أعتبره هو الموجب، ساوي لي سميشن الـ Fx بالاتجاه اللي أني فرضته. إيش عندنا قوى باتجاه إكس؟ عندي 100 × 3/5، 100 × 3/5، وعندي 200 بالاتجاه المعاكس، فراح تكون ناقص 200. شو يساوي لي؟ هنا 100 × 3/5 راح تكون 60، ناقص 200 فراح تكون ناقص 140 باون. هذا بيا اتجاه، هذا بالاتجاه اللي اني فارضه بهالشكل هذا. فاذا اتجاهي كمحصلة راح يكون بالعكس، فاذا 140 باون بهالاتجاه. اذا القوة اللي راح تأثر على نقطة اي هنا عندنا، القوة الاولى راح تكون بهالشكل هذا، راح تكون بهالشكل هذا 140. هاي نقطة A، إذا قلنا هاي نقطة A، فالقوة الأولى اللي راح تأثر عليها كمحصلة لهاي القوة 140 بهالاتجاه. القوة الثانية اللي هي RY resultant باتجاه الواي، بهالاتجاه راح أعتبره موجب. إيش عندي قوة بالاتجاه هذا موجب؟ طبعا تساوي لي summation FY، ويساوي لي عندي 100 × 4/5، 100 × 4/5 ناقصا 150، هاي نحو الأسفل ناقصا 150. شو يساوي لي هنا؟ هذه راح تكون 80 ناقصا 150، فراح تكون عندي ناقصا 70 اي بي. هذا بيا اتجاه بهالاتجاه اللي انا فارضه، فاذا تساوي لي 70 اي بي بالاتجاه المعاكس اللي هو بهالاتجاه هذا. فاذا خلنا نرسمها بغير مكان، هذه خلنا نمسحها. فاذا نقطة اي، هذه نقطة اي خلنا نقول بهالشكل، هاي راح تكون عليها محصلة قوتين، قوة بهالشكل مقدارها 140، وقوة بهالشكل هذا نحو الأسفل مقدارها 70. فإذا المحصلة مالتهم راح تكون بهالشكل هذا، هاي المحصلة اللي راح تأثر على نقطة اي. الار اقدر احسبها، اي نعم اقدر احسبها، الار تساوي لمن فيثاغورس تحت الجذر 140 تربيع زائدا 70 تربيع، الكل تحت الجذر، هاي راح تطلع عندي 157 باون باتجاه هالاتجاه. زين، هسه اريد الزاوية، يا اما هذه الزاوية يا اما هاي الزاوية. راح اخذ هاي الزاوية ثيتا. ثيتا هنا شو تساوي لي؟ اول شيء اشوف التان مالتها شنو؟ تان ثيتا شو يساوي لي؟ تان ثيتا يساوي للمقابل هذا على المجاور، المقابل هو 70 والمجاور هو 140، فإذا يساوي لي 0.5. فإذا يا زاوية اللي التان مالتها 0.5 يعني معناها تا
ثيتا تساوي لي تان انفيرس 0.5. طبعا شفت قسم من الطلبة ما يعرفون يستخدمون الحاسبة في استخراج التان انفيرس. خلي نشرح لكم على الحاسبة. هاي الحاسبة قدامنا، لو تلاحظون عندي التان هذا موجود، هو التان هنا، هذا التان هو آخر زر بالحاسبة هنا بهذا الشكل هذا. فإذا أريد الانفيرس أضغط شيفت وأضغط تان، صار عندي تان انفيرس وأنطي 0.5 وأسد للقوس وأقول يساوي، تطلع لي الزاوية اللي هي 26.56، أو خلينا نقربها تصير 26.6 درجة. فإذا هاي الزاوية هي 26.6. فإذا القوة المحصلة مالتي اللي حسبتها اللي راح تأثر على نقطة A بهالشكل، هاي قيمتها 157 واتجاهها عن الأفق 26 درجة أو 6 بالعشرة. زين، هاي القوة مو فقط تسبب لي قوة محصلة، وإنما أيضا تسبب لي عزم حول نقطة A. فإذا أجي لازم أحسب العزم، فأقول المومنت حول نقطة A كمحصلة يساوي لي مجموع العزوم حول نقطة A بسبب الفورسز. هل الاتجاه هذا راح أعتبره موجب؟ إيش عندي قوى تسبب لي عزم حول نقطة A؟ لو أجي ألاحظ هنا عندي هذه اللي قيمتها 60 تسبب لي عزم موجب حول نقطة A، والذراع مالتها هو 4، فستين في 4. إيش عندي قوة ثانية؟ عندي المركبة العمودية اللي هي تساوي 80، بس هنا سالب لأنه تفر لي باتجاه عكس عقرب الساعة، فثمانين في 6 زائدا 150، هاي تفر لي باتجاه عقرب الساعة زائدا 150، الذراع مالتها هو 3. هذا يساوي لي 210 باوند فوت. الفرضية طلعت صحيحة مالتي موجبة، فإذا فرضيتي صحيحة، فإذا العزم كمحصلة حول هاي النقطة راح يكون بهالشكل هذا وقيمته 210 باوند فوت. سؤال بسيط ما يستغرق وقت هواي للإجابة عليه، سؤال سهل جدا، أرجو أن استفاديتم من الحل، وشكرا لكم.